ميكي ميكي هي أداة ابتكار تسمح للأطفال والكبار بأنهم يصمموا ويتفاعلوا مع التقنية. مع هذه الأداة راح يلعبوا، يصمموا وسيلة تعليمية أو حتى يبتكروا شيء جديد. الأداة صممت بأسلوب يسمح للأطفال فوق 8 سنوات بأنهم يستخدموها عشان يصمموا ابتكارات جديدة. حتى الأطفال بعمر 4 سنين أو أكبر ممكن يتفاعلوا معها عشان ننمي من معارفهم ومهاراتهم الذهنية. الأطفال راح يكونوا شغوفين بالمعرفة والتعلم إذا خلينا العلوم مقرمشة. الشغف بالعلوم يحتاجنا نخلي تجربتهم محفزة للحواس، متفاعلة مع حياتنا اليومية. معادلة النجاح هي فضول تنمو به العقول. لما كنت صغير كنت أتعلم لما أكون فضولي بشيء معين ويمديني ألعب فيه أو أشتغل عليه. شغف الأطفال بالتعلم أو بناء الأشياء أشوفه يزيد مع كل لحظة ننمي فيها فضولهم. الأطفال مع علوم مقرمشة تجاوزوا مرحلة التلقي إلى مرحلة المشاركة في صناعة الأفكار. الآن صار وقت أنهم يختبروا أفكارهم. ميكي ميكي هي أداة رخيصة التكلفة ممكن تتركب على أجهزة الحاسب بسهولة بدون أي حاجة للبرمجة. المشروع بدأ بفكرة من طلاب من جامعة MIT. المنتج حصل على دعم لتصنيعه وتسويقه في الولايات المتحدة، وحصل على أكثر من 2000% من الدعم اللي كان يحتاجه عشان يبدأوا بتصنيعه. الخطوة القادمة أن تكون هذه الأداة متوفرة في جميع مدارس السعودية ومع وسائل الاتصال التقني اللي تسمح للأطفال ومعلميهم بأنهم يشاركوا ابتكاراتهم وأساليب التعلم باستخدام هذه الأداة. علوم مقرمشة تهدف أنها تضاعف عدد الفضوليين اللي تفاعلت معهم. هالمرة هدفنا أننا نزيد التفاعل مع الفضوليين عبر قنوات التواصل الاجتماعي، عبر المدارس، عبر الأندية العلمية. حلمي بنهاية هذه السنة نسمع عن معلم أو طفل حتى استخدم أداة الابتكار عشان يصمم وسيلة تعليمية أو فكرة اختراع يسجلها ويشاركها مع جميع مدارس العالم. فضول تنمو به العقول يعني أننا نساعدهم بكل الأدوات وبكل الأسئلة اللي تخليهم يجربوا بيدهم عشان يشبعوا فضولهم. هدفنا ما يوقف عن توفير الأداة. الهدف أننا نساعد المعلمين وأولياء الأمور أنهم يتفاعلوا بشكل أكبر مع الأطفال ومع الشباب. الشغف ما يأتي إلا مع المشاركة. مشروعنا أننا نوفر أداة الابتكار ميكي ميكي لكل أطفال السعودية في المدرسة وخارجها. حلمنا أن نستخدم أداة الابتكار ميكي ميكي لنجعل الطالب يتعلم بالنشاط الشخصي والتجربة. فريق العمل اللي مستعد يعمل على إدخال هذه الأداة للسعودية سبق وشارك الأطفال والشباب برحلة التعلم الترفيهي مع أسلوب علوم مقرمشة زاد شغفهم وفضولهم. حان الوقت لتمكين الطفل وأيضا المعلم بأنهم يبتكروا ويصنعوا أفكار جديدة باستخدام أداة الابتكار ميكي ميكي. علوم مقرمشة وصلت 100,000 فضولي حتى هذا اليوم، 100,004 فضوليين. حلمنا أن نوصل لمليون فضولي، وعلى الأقل براءة اختراع واحدة يكتشفها معلم أو طفل. ساعدونا نوصل لتلك المرحلة. صوتوا لمشروع أداة الابتكار، نحتاج صوتكم، نحتاجكم تشاركونا الحلم.